أزم الدوائر والمحاكم التنفيذية 1,010,900 شخص بدفع ما يقارب 122 مليون ريال سعودي نفقة للأشخاص اللي هم كانوا بيماطلوا في دفع نفقات أبنائهم المحظونين. كان هذا الموضوع العام الماضي. طبعا إحنا عشان نتكلم في إجراءات أكثر ومواضيع وفي الموضوع هذا أكثر معنا عبر الأقمار الصناعية بيان زهران من جدة. أهلا وسهلا فيك بيان. اهلا وسهلا، يا مرحبا. اهلا وسهلا فيكي بيان. يعني احنا زي ما شفنا وسمعنا دحين انه اكثر من 10,900 شخص العام الماضي دفعوا نفقات ما تقارب 122 مليون ريال نفقة. هذول الأشخاص كانوا مواطنين، أما الآن أكيد الأرقام تغيرت والأوضاع صارت أكبر من كذا، لأنه صارت الدولة تدقق في هذه المواضيع أكثر وتكفل أو تهتم أكثر بحق المحظون. خلينا نتكلم أكثر بيان، يعني بما أنه أنت شفتي الخبر كمحامية وأم طبعا، كيف كانت قراءتك لهذا الموضوع وإيش رأيك فيه الآن؟ طبعا احنا مقارنة ب5 سنوات مضت نجد نقلة نوعية في نظام الأحوال الشخصية بشكل عام. أكثر الأشياء اللي تضعنا في خارطة توضح لنا الطريق هو وجود محكمة للأحوال الشخصية، وجود قضاء متخصصين في قضايا الأحوال الشخصية. بالتالي أصبحت أكثر يعني الإجراءات أكثر سهولة، المواعيد أقرب. طبعا مسألة تنفيذ قضايا النفقة تحديدا تعتبر من القضايا المستعجلة، المفترض يتم الحكم فيها بشكل عاجل. وأحيانا مثلا في ظروف معينة تطيل من أمد القضية، كمثلا انها الزوجه تطعم في دخله، يقدم هو دخل غير صحيح من قبل جهه عمله، فالام الام الحاضنه تطعم في هذا الدخل، تقول انه هذا الدخل غير صحيح او الورقه التي قدمها غير صحيحه، وطبعا هذا حق من حقها امام القضاء. بالتالي تحال الى جهه العمل، او اذا كان قطاع خاص الى التامينات الاجتماعيه، قطاع حكومي الى الجهه الحكوميه. وأحيانا نستعين أيضا القاضي عفوا يستعين بمؤسسة النقض حتى يتأكد من جميع أموال الأب. فبالتالي أحيانا إحنا نكون أمام ظروف معينة تطيل من القضية، ولكن المفترض خلال هذه الفترة القاضي يحكم بشكل عاجل إلى حين صدور الحكم النهائي. فدائما إحنا ننصح السيدات من خلال برنامجكم انه هي يحق لها طبعا بموجب نظام المرافعات الشرعيه ان هي تطلب حكم عاجل لحين الانتهاء من الدعوه اذا كانت في ظروف معينه تطيل من امد القضيه. جميل بيان. دائما اقوله وبرجع اقوله، في بعض الاشخاص او بعض السيدات يقولون لك انه احنا ما نبغى النفقه، خلي نفقته له لانه مقدارها 500 ريال، ارجع واقول 500 ريال، يعني ما حتفيدنا بشيء. بس ابغاك توضحين لي، اغلب الرجال ما يقولون الحريم هم كم الراتب، يعني هذا الشيء كيف لا تسالين عنه، ما حتعرف، لا تسالين عنه، مش من حقك، ايش ما تبغين بيجيكي، بس لا تسالين عن راتبي. بعضهم يخفونه، ابغى اعرف كيف يتم تحديد النفقه وكيف تمشي وكيف الاليه حقته، كيف هي تقدر تطالب كمان وهي ما عندها خبر. ممتاز. طبعا مساله اول شيء يعني انه 500 ريال للجميع محدده كده، هذه معلومه جدا خاطئه، انا ما اعرف بناء على ايش يتم تداولها، ولكن هي غير صحيحه اطلاقا. طبعا الوجه الشرعي والقانوني لتحديد النفقه يكون طبعا حسب دخل الرجل وحسب يساره من اعساره. فبالتالي طبعا يعني يحكم القاضي بناء على سعته وقدرته الماليه، فلينفق كل ذي سعه من سعته. هذه ايه كريمه من الله عز وجل. فبالتالي ما في شيء اسمه 500 ريال او مبلغ ثابت للجميع. في طبعا ينظر لوضع الابناء بشكل عام، احتياجاتهم، والى دخل المعيل والتزاماته ايضا. فمثلا اللي راتبه 10 مو زي اللي راتبه 5، مو زي اللي راتبه 20، مو زي اللي راتبه 30، فيختلف طبعا. المحكمة تقرر من خلال هيئة النظر، تحال القضية بداية الى هيئة الصلح والتحكيم.
طبعا يحاولوا تقريب وجهات النظر بين الطرفين، في حال عدم وجود حل يرضي الطرفين يعني اللجنة تقرر المبلغ المقدر بناء على دخل هذا الرجل والتزاماته واحتياجات الأبناء. لابد أنها المرأة الحاضنة تقدم ما هي الاحتياجات تحديدا، مش تروح تقول بس أبغى نفقة، هي حق لها نفقة تشمل مأكل ملبس ومسكن. مسكن أيضا نفقة سكن. طبعا من خلال الأعياد تضاعف هذه النفقة، فتحدد كمان إيش مصاريفهم، تحددها مثلا لا سمح الله إذا كان في أحد الأبناء مريض تعبان يعاني من إعاقة معينة، فتذكر هذا الشيء لأنه طبعا نفقته بالضبط، فطبعا نفقته حتزيد عن البقية. فلا بد أن تحدد إيش هي الظروف المحيطة بأبنائها واحتياجاتهم أيضا. بعد كده القاضي يحكم بناء على ذلك. جميل. طبعا آلية التنفيذ، نعم تفضل. آلية التنفيذ تكون من خلال محاكم التنفيذ بعد صدور حكم نهائي من قبل محكمة الأحوال الشخصية. بعد ذلك تتجه المرأة بالحكم النهائي يكون مختوم بختم التنفيذ، تتجه إلى محاكم التنفيذ. قاضي التنفيذ يأمر بالعقوبات بموجب المادة 74 من نظام التنفيذ في حال عدم استجابة الأب، وأيضا ممكن إذا تطور الأمر وكان في تلاعب يحال هذا الأب إلى النيابة العامة بموجب نظام حماية الطفل، لأنه طبعا هذا يعد نوع من أنواع العنف. جميل. أكيد أستاذة بيان، بحكم خبرتك أكيد وإلمامك بالموضوع وكونك محامية أيضا، ودي أستفسر بخصوص الأب اللي أمتنع وتم إيقاف خدماته وخلص زي ما نقول اختفى عن الوجود، هل توصل مرحلة إلقاء القبض عليه أو أمر إلقاء القبض عليه؟ شوفي طبعا هو المواد نظام التنفيذ كان في تدرج واضح في تنفيذ قضايا الأحوال الشخصية تحديدا، فبداية طبعا يعني يتم إيقاف الخدمات، المنع من السفر، أيضا الاستقطاع من الراتب في حال وجود دخل له في البنوك. لكن للأسف الشديد، للأسف وهذه حالات قليلة جدا، ممكن يصفر كل حساباته كي يكيد للأم الحاضنة وعلى حساب الأبناء، ففي هذه الحالة طبعا يتم القبض عليه. طيب أستاذة بيان، يعني هذه حالات يمكن فيها تفاصيل كثير، يعني كل حالة طلاق ما تشبه الثانية، لكن في أشياء دائما نسمعها أنه يعني زي ما تفضلتي وقلتي قبل شوي، حق اللي هو المسكن والملبس والمأكل، أتوقع أنها تخضع هنا لأعمار، وكمان في بعض الحالات ممكن تسقط أحد هذه الأركان، مثلا المسكن إذا كانت الحاضنة عندها بيت ملك. ايش هي الحالات اللي ما المحضون ما ياخذ حقه بالكامل بسبب اشياء ثانيه؟ طيب كمان في نفقه المواصلات نسينا نذكرها. حلو. والمدارس في يعني بالضبط نفقه المواصلات، مصاريف المدارس. طبعا بالنسبه للمسكن في حاله واحده، اذا كان المسكن ملكها تستطيع المطالبه بالايجار وللقاضي نظره تقديريه في ذلك. نرجع لموضوع دخل الاب، في حالات معينه تكون مثلا هي ساكنه عند اهلها وذويها، فهي ما لها صفه، يعني هي ما بتدفع الايجار، ما بتدفع مبلغ الايجار او ما بتدفع السكن، مثلا اب والدها او ذويها هم المتكفلين بالسكن، فبالتالي قانونا وشرعا ما تستطيع ان هي تطالب بالسكن، في حين انها هي ما تؤدي مبلغ الايجار او تدفع مقابل لهذا السكن. في حال اثبتت ان هي بتدفع مقابل فيحق لها المطالبه باجره السكن، طبعا تقسم، خلينا نفترض اذا هي عندها 4 أبناء وهي بالتالي العدد يكون 5، فالخمسة هذول 5 أسهم، هي تدفع سهم عن نفسها بصفتها مطلقة، لابد إن هي يعني اللي حتدفع عن نفسها ما لها نفقة، و4 أسهم يدفعها الأب المعيل عن هذا السكن الخاص بالأبناء. والله طلاقه جاء عليه يعني بخسارة صراحة.
لو انه بقى متزوج يعني، لو بقى خليها ببيت واحصل له من كل ذا النفقات اللي او كل ذا الصرف اللي فلس الرجال يا بيان، فلس ما عاد في عنده ولا ريال. بس بيان خليني اقول لك عشان ما يصير في لبس، الان المطلقه لو كانت ما عندها اولاد هذه ما لها نفقه، صحيح؟ هي شخصيا ما لها نفقه طبعا، وما لها ابناء بالتالي ما لها نفقه طبعا. أي عشان ما يلتبس عليهم في مرحله اي في مرحله العده، اذا كان الطلاق طلاق رجعي فيحق لها المطالبه بس في فتره العده المطالبه شوي بالنفقه، بعد كده بالضبط بعد كده ما يلتزم الزوج بنفقه. جميل. يعني بيان الخبر اللي احنا سمعناه مع بعض مره كويس وشيء يسعد جميع السيدات، 10900 شخص كان ممتنع انه هو يدفع نفقات اولاده، الحمد لله في السنه اللي فاتت بس 122 مليون ريال، هذه نفقه تم دفعها، شيء مره حلو والحمد لله ونشكر الله اولا ثم الدوله وحكومتنا الرشيده انه هي عطت فعلا المراه حقها كامل ومكمل، وصارت الان الحضانه يعني للسيده للام، الحضانه يعني المحظون الاطفال مع الام، صحيح؟ انا هنا بس ابغى استشيرك في حاجه يعني في شيء ثاني، لما تكون السيده بتاخذ النفقه من الزوج استغلالا، لما بتاخذ النفقه هي من الزوج مش عشان الابناء، هي مش محتاجه، هي مش محتاجه مثلا، ولكن بتاخذها لنفسها، يعني بتاخذها بتاذي يعني بتطلب مبلغ مثلا طفل اثنين ثلاثه في البيت، وفي الاخير انت بتاخذي هذه النفقه لنفسك، الاولاد لما كانوا في احسن مدارس وعلى اساس مثلا ان هم ما زالوا مستمرين في احسن المدارس، لا تبغى تشيلهم تنقلهم مدارس ثانيه عاديه، فهنا احنا عارفين ان النفقه هذه مو للاولاد، هذه نفقه لك انت. التامين الصحي لما يكون الاب عامل تامين صحي لاولاده بعد ما تطلقتي، صرت انت هامله وتاخذي الاولاد مثلا على عمليات او اي امور طبيه يعني لمصلحه الطفل، بدل ما توديهم المستشفيات المناسبه لهم بتوديهم مستشفيات غير مناسبه او تعتبر عاديه، ما نقول غير مناسبه عاديه. هنا الست أو السيدات، في بعض السيدات فعليا بيستغلوا موضوع النفقة، بتاخذ نفقة من الزوج عشان هي تسافر، عشان هي تشتري نفسها، عشان هي تروح أحسن الأماكن وأحسن المطاعم اللي هي في نظرها كويسة. وفي سيدات، أنا عفوا عن الكلام هذا، ولكن كمان احنا بنشوف في المجتمع سيدات بتاخذ نفقة من الزوج عشان تصرف على أهلها. بعض السيدات. تفضلي الكلام لك كمحامية أستاذة بيان. طيب طبعا لكل أصل استثناء، زي ما ذكرتي قد تكون واردة هذه الحالات، لكن إحنا لما نجي نتكلم على حكم قضائي نتكلم على أنه مر بعدة مراحل. المرحلة الأولى كانت من خلال زي ما ذكرت لكم لجنة الصلح والتحكيم. لجنة الصلح والتحكيم غالبا لما تقدر مبلغ للنفقة تقديرها يكون مبني على عدة أمور ذكرت لكم، هي الراتب. زي نعم. من الأساس الراتب والتزامات، وأيضا في حال وجود قروض أو التزامات، وأيضا احتياجات الأبناء وطبيعة حياتهم السابقة كيف كانت تقاس أيضا، كل هذه الأشياء يتم الحكم بناء عليها. نعم. يعني ما حتقدر انه ما اتوقع يعني انه حيكون في مبلغ اضافي حتصرف على نفسها الا اذا زي ما ذكرتي قللت جدا من مصاريف الاولاد بالضبط. عشان هي مثلا ممكن تستفيد من هذه النفقه. اذا ثبت وكان مثلا الزوج ثبت عفوا الاب ثبت عنده انه كان في اضرار بمصلحه المحضونين، محاولة تضييق النفقة عليهم من قبل الأم الحاضنة كي تستفيد هي من مبلغ النفقة، يستطيع المطالبة رفع دعوة اسمها رفع دعوة نفقة، يطالب بتقليل مبلغ النفقة ويثبت فيها طبعا أنه هذه الأم بتصرف النفقة في غير محلها، بتضيق على الأبناء مبلغ النفقة، بالتالي أنا أطلب تقليل مبلغ النفقة بحسب ما يتم صرفه على الأبناء فعلا، فما يكون مجرد كلام مرسل، لابد أنه يثبت عشان ما يكون في ظلم للأبناء أو للأم الحاضن أيضا. صحيح.
أستاذة بيان زهران المحامية من جدة، شكرا لك على هذا الوقت وهذه المعلومات اللي ممكن كلنا نستفيد منها، وخبر جميل زي ما كنا بنقول أنه فعليا السيدات بدأت تأخذ حقهم في المجتمع، وخصوصا من الأزواج، لأنه يمكن المطلقة نوعا ما دائما بنسمع أنه في مشاكل بس ما بين الزوج والزوجة عشان النفقة وهذه الأمور، وهم لك الحمد. لكن عموما مشاهدين، احنا مكملين معكم باقي حلقتنا بعد فاصل.